بس قبل كده يا دكتور، هل اتفضل. في اسباب معينه للسمنه الموضعيه، يعني عدم ممارسه الرياضه غير العامل الوراثي، اسباب ان هي عموما تبقى في سمنه موضعيه، ده بيبقى ليها اسباب مختلفه عن اسباب السمنه عموما؟ صح، يعني احنا مثلا لما قلنا مثل بتاع السواق اللي بيسوق طول اليوم وبيتغير شكل جسمه، هو لو كان بيمارس رياضة جنب السواقة، يعني لو كان بينزل بيجري بيعوم حتى لو بيمشي، يعني جايز دايما حد عنده بنقول مشاكل ابسط الرياضات هي المشي. هي المشي، هي اوفر رياضة واسهل رياضة وبتصلح لجميع الاعمار وبتصلح لجميع الامراض، وعايزين نحط خطين تحت جميع الامراض، طبعا لان طبعا في ناس عندها مثلا خشونة في المفاصل، عندها انزلاق غضروفي في الظهر، عندهم مثلا مشاكل في القلب ما يقدروش ان هم يجوا كتير، مشاكل في التنفس حتى ما يقدروش، ولو حد على فكره عنده سمنه غالبا بيكون عنده مشاكل في التنفس، فبنقول له ابتدي الاول برياضه المشي لحد ما نخس او لغايه ما نفسك ينتظم، لغايه ما الدوره الدمويه عندك تبقى كويسه، ونبتدي ندخل على المرحله الثانيه ان هو يروح جيم او يلعب لعبه او يعوم اي رياضه، لكن يبتدي برياضه المشي، ودي كمان ملهاش توقيت، يعني ممكن في اي وقت ينزل هيمشي في الشارع حتى، يعني مش لازم يروح النادي، مش لازم يروح جيم، فطبعا رياضة المشي مهمة جدا في تظبيط الشكل بتاع الجسم، حتى لو في عامل وراثي في طبعا الموضوع، برضه المشي بيحسن شكل الجسم جدا وخصوصا المنطقة السفلية يعني. طب هل في اسباب تانية غير الرياضه؟ طبعا السلوكيات الخاطئه بالنسبه للاكل يا دكتور دي بتزود بقى، لو عندنا سمنه موضوعيه في مكان معين بتزودها اكتر. تمام، يعني لو انا عندي حد الجينات بتاعته بتقول ان هو عنده سمنه اكتر او عندها سمنه اكتر في منطقه الارداف مثلا والمنطقه السفليه، لو هي خدت بالها طول عمرها ما تاكلش نسب دهون عاليه او تبقى قليله جدا اللي هي 5% اللي بنقول عليها بتاعت امتصاص الفيتامينات، وما زودتش عن كده طول عمرها، مش هيتكون عندها سمنه موضعيه حتى لو عندها عامل الوراثي حتى طبعا. لو عندها عامل وراثه طبعا. حتى يمكن اليومين الاخرانيين دول طالع ريجيم اللي هو بيسموه ريجيم الكيتو، ريجيم الكيتو طبعا يعني هل ده ده صح ولا لا؟ لان بسمع يا دكتور ان هو بيستخدم فيه دهون. بالظبط هو ده اللي عايزين نوصل له، يعني كان زمان عندنا ريجيم اللي هو اسمه اتكنز، اتكنز كان بيعتمد اكتر على البروتينات بنسب كبيره بالظبط. بس ما كانش فيه دهون، فكنا بنقول ان هو بيبني لك العضلات بتاعت جسمك، بس خلي بالك لانه ممكن يزود لك اليوريك اسيد او حامض البوليك اللي ممكن يعمل نقص او يعمل مشاكل في الكلى بعد كده، فقال لك احنا في طريقه تانية بتخسس بسرعه اسمها الكيتو، والكيتو هي بروتينز ودهون بنسب عاليه، يعني بياكلوا فراخ محمره ولحمه محمره وسمك مقلي ويحطوا سمنه وياكلوا أنا بيض أول ما مقلي سمعت بصراحة عن الكيتو. طريقة استغربت جدا.